من امبارح علقتني عليك. وبعدين ايه الموكب ده كله؟ طب بابا عندنا محاضره، ممكن مفتاح عربيه؟ شيواوا 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 شيواوا. راح فين يا بابا؟ تبعنا في المحاضرة هنا. هل الإنسان كائن أخلاقي؟ هل يولد في هذه الدنيا وبداخله نوازع الخير؟ أم إنه يكتسب ذلك من تأثره بالبيئة المحيطة به؟ يقول ويل جورانت في كتابه قصة الحضارة أن الأخلاقيات هي المهد الذي نشأت عليه كل الحضارات الإنسانية. انا كنت بقول ايه؟ بوس الواوا. اتفضل اطلع بره بره. بس كنت هايل بره. اجرام. مساء الخير. ده حسن. قلقتني يا استاذنا، الساعه 5 الصبح. خير ساعتك ايه؟ مش عارف اذاكر يا حسن، عندي امتحان يوم الاحد الشفوي، مش فاهم ولا كلمه من اللي قدامي، كله بالانجليزي، وخايف اسقط يبقى شكلي وحش قدام العيال. ان شاء الله ربنا ينور طريقك يا باشا. وساعتك عندك امتحان ايه؟ مش عارف، حتى اسم الماده مش عارف اقراه. هو اسم الماده كده كلمه مقلبزه وفيها حروف كتير، واللي هي تخلص بالتيفيزيتيشنز دي. والعيال ولادي ولاد الكلب نازلين ضحي بره طول الليل بيضحوا. هتمتحن وهتجاوب وهتطلع الاول كمان. دكتور اسماعيل رئيس القسم يا باشا. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا اهلا، دي فرصه سعيده. اهلا بيك يا فندم. نايس تو ميت يو مورجان بيه. ضروري طبعا. اهلا وسهلا. انا ما احبش قعده المكاتب اصلي، تعال نقعد هنا على جنب عشان نعرف نتكلم مع بعض. اتفضل حضرتك هنا. اتفضل. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا 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 باستاذنا الكبير. اهلا وسهلا. طفل المعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم ان يكون رسولا. تسمح لي بيدك؟ تسمح لي أقبل يداك؟ أنا دائما أحب أن أقبل أيدي العلماء، لأن العلماء هم الأساس بتوع كل حاجة. حضرتك بتاخد كام في الشهر؟ 20 سنة في التعليم الجامعي ويا دوبك 800 دولار. 800 دولار؟ بعد 20 سنة في التعليم الجامعي 800؟ الله الله. عندك أولاد؟ أربعة. أربعة؟ و800 دولار؟ تشرب شاي بالياسمين؟ أشرب. Briefly discuss the major difference between ethnocentrism and culture relativism. Well, ethnocentrism involves judging others subjectively. Defines xenophobia in a normal sociological system. Xenophobia is hostility towards foreigners. And you? What's your name? Yes, but sometimes no.
What's your name? Oh, yes. Morgan Ahmed Morgan. Excellent! Bravo! Dismissed! دكتور اسماعيل، أنا متأكدة إن النتيجة فيها غلط. مورجان ده لا يمكن يجيب امتياز، لا يمكن. أنت بتشككي في إيه يا دكتورة جيهان؟ عملية التصحيح بتتم عندنا بمنتهى الدقة والشفافية. الراجل ذاكر واجتهد، وأنا امتحنته بنفسي، ومش أنا لوحدي بس، في أستاذين غيري امتحنوه وادوله نفس التقدير. أنا بقترح يا فندم نعيد التصحيح. يا دكتورة جيهان، النتيجة طلعت واعتمدت خلاص، وأرجو إن الخلاف السياسي اللي بينك وبين الأستاذ مورجان أيام الانتخابات ما يأثرش على موقفك منه كطالب عندك في الكلية. تكوني لف خبيركم، مش مكسوفين من نفسيكم؟ الهاني مجابلي مقبول بالعافية، وحضرتك صاعد في مادة، وأبوك اللي كنت مستعرين منه طلع بامتياز، طلع الأول على الدفعة كلها. فعلا يا بابا، أنا ما كنتش مركز الفترة اللي فاتت دي، عشان كده ما عرفتش أجاوب. وش معنى أنا؟ ما أنا مرخوم في 60 حاجة، خايبين وساقطين، قولولي أجيب لكم درس خصوصي أشرح لكم أنا. طب والله يا بابا دي فكرة هايلة، احنا فعلا محتاجين ان انت تشرح لنا. اشرح لكم ده ايه؟ وانا فاضلكم؟ كل واحد اعتمد على نفسه، وبعدين انا لازم انام بدري عشان بكرة عندي ماتش في الجامعة. ماتش؟ ايوه ماتش، تنسين الرياضة كد 10% عمل سنة، وانا ما سيبش فتفوتة تعدي منه ولا درجة واحدة قد كده. ابو تعالى اتفرجوا. انا عمري ما شفت ابوك بيلعب كورة. اديكي شفت أبوكي ما بيغلبش. ظبطت الحكم حسن؟ ظبطته يا باشا. ظبطت الاثنين لاين مان؟ ظبطتهم يا باشا. الواد الجون بتاع الفرقة التانية قلت له هوديه الأهلي؟ قلت له يا باشا. على بركة الله. سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحت شلبي يحييكم من استاد جامعة المستقبل، حيث تقام اليوم المباراة النهائية التي تجمع بين جامعة المستقبل وجامعة العهد. هناك نجم جديد رائع قادم، مورجان أحمد مورجان الملقب بمورجان، أو يقال ميم الكرة المصرية الجديد. هنشوف. نزل الفريقين بالفعل إلى أرض الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انصرنا. آمين. اللهم قوي من عزيمتنا. آمين. اللهم هب لنا من لدنك كورنر وبلنتي وهجمة مرتدة. آمين. اللهم ابعد عنا الإصابات. آمين. الشد العضلي وبلع اللسان وتمزق الأربطة. آمين. اللهم دمر الفريق الأسود ذو القلب الأسود تدميرا. آمين. اللهم يا ابن الماتش ابتدى بقاله ربع ساعة والفرقة التانية بتلعب لوحديها. يلا بدأت المباراة من محمد لخالد على يمينه. هوبا الله الله الله، في الدقيقة الأولى بتعمل إيه يا جون؟ 1-0، هدف جميل جدا جدا جدا. يتقدم فريق جامعة العهد على المستقبل. فينك يا مورجان؟ مصطفى بطن رجله، استلم من هاشم، ماشي واشرب الخارج الحلوة، وادي عليها يجيب جون. هوبا ضعيفة ضعيفة. ايه ده؟ ايه يا جون ده؟ فاتح البحر ليه يا ابني؟ فين طريقك؟ فين بيروحوا له منين؟ يا نهار ابيض، اتلا شيء. كابتن العهد ماشي معدي، اخد واحد والتاني دخل على المنطقه يجيب جون. هوبا ضعيفه. امسك يا هريدي، اخيرا هريدي. هوبا يا هريدي، روعه يا ابني، روعه روعه روعه. رايح فين؟ رايح فين؟ دخل الجون. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، بيدخن هريدي، عليه العوض ومنه العوض. خلصت الماتش يا ابني، 3 لا شيء لصالح العهد. ماشي يا امير من ناحيه اليمين، احتكاك مورجان بالقلم. يا نهار ابيض، ضربني وبكى، سبقني واشتكى. كارت ايه؟ كارت احمر. امير بره. يا نهار ابيض، ضربه جزاء صحيحه لمورجان، تركيز عالي قوي، داخل مورجان. هوبا الله 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 الله، جوه الجول. الله عليك يا حبيب والديك، روعه يا ابني روعه. ارقص غني، الله اكبر الله اكبر. 3-1. ضربة ركنية، العرضية العالية بإيده مورجان. يا نهار أبيض، هدف مارادوني لمورجان أحمد مورجان، برأسه ماشي، برجله ماشي، بإيده ماشي، سجد للمولى سبحانه وتعالى. 3-2. الشوط الثاني، جامعة العهد يا ترى هيكون لها رأي تاني وحتى تقدم على جامعة المستقبل، ولا مورجان الملقب بميمو هيكون له رأي تاني؟ تعالوا نتابع ونشوف مع بعض. ضربة مرمى حلوة أوي المحمود على وش رجله، طويلة وعالية جميلة جدا 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 على صدره ميمو. ميمو وجون، مفيش راية مفيش صفارة، ترقيصة هي دي. هوبا في العرضة يا راجل. ينفع كده حسن؟ ما أنا يا باشا ما أقدرش أرش العرضة. محمود ماشي من ناحية اليمين، هيلعب العرضية. يا جسمك يا مورجان، يا يمينك يا تامر. هوبا الله الله الله،
3 بوكس يمين اهدى بوكس شمال يا نهار ابيض ويعتبر على الارض هي دي التحيه في بطنه يا نهار ابيض يا برجر ايه اللي بيحصل ده ما لحقتش تتهنى ما لحقتش تتهنى يا حبيبي اللهم اغفر له وارحمه امين اللهم اجعل مثواه الجنه امين عندنا 2 وقت بدل ضايع ماشي من ناحيه شمال هيثم دبور 3 هي العرضيه هي دي هوبا الله الله يا برجر بكعبك يا برجر يا حركاتك يا برجر خلصت الماتش يا ابني خلصت الماتش يا برجر 4-3 جيت الدنيا ازاي انت اكيد من عالم تاني روعه يا برجر روعه مرجان احمد مرجان العظيم الفنان مرجان ودي اول مره بتجيب الكاس للجامعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ان ربنا وفقنا وده نتيجه لمجهود متواصل حقيقه واحنا عملنا اللي علينا واحنا بنقول هارد لك للفرقه الثانيه والحقيقه احنا بنشكر الجماهير دي اللي فضلت معانا لغايه الاخر واحنا بنشكر كمان هيئه الحكام يعني الساده الحكام للقرارات الحاسمه الحقيقه اللي خدوها وانا احب اهدي هذا الفوز للسيد الرئيس راعي الرياضه في مصر مورغان مورغان يا جماعه دي اول مره جامعه بتاعتها تاخد بطوله دي احنا كنا مضروبين بالجزمه في كل النشاطات انا النهارده مش عامل دماغ انما حاسس اني عامل دماغ رباني بدي مرهان اللي منتمه مع عمر بس انا فضت لعمر ودلوقتي منتمه مع وائل البنت دي ما بتهملش ابدا الله